من يتصف بالحلم يحترمه الناس. وكلما طالعنا قصصه في تاريخنا شعرنا بالاعتزاز. عند تتبع الجملة الآتية: من يتصف بالحلم يحترمه الناس، نجد أن تحقق الاحترام ووقوعه متوقف على تحقق الاتصاف بالحلم. فإذا حصل الشرط الاتصاف بالحلم، حصل ما يتعلق به، وهو احترام الناس لصاحب هذه الصفة. وهذا الأسلوب يسمى أسلوب الشرط. ولكن ما أركان هذا الشرط؟ نلاحظ أن هذا الأسلوب بدأ بالأداة من، التي ربطت بين الجزء الأول من الجملة الاتصاف بالحلم والجزء الثاني من الجملة وهو الاحترام. ثم جاء بعد هذه الأداة الفعل يتصف، الذي يعد تحقق وقوع معناه شرطاً لتحقق الجواب ووقوع معناه. وعليه تصبح أركان الشرط مكونة من ثلاثة أركان، هي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. إن تزرع خيرا تحصد خيرا. نلاحظ أن الأداة إن هي حرف شرط جازم، وفعل الشرط هو تزرع، وهو فعل مضارع مجزوم. أما جواب الشرط فهو تحصد، وهو فعل مضارع مجزوم. وتشابه إذ ما إن في المعنى والعمل. من يبدع يخلد ذكره. بدأت هذه الجملة باسم الشرط من، الذي جعل حدوث الفعل يبدع شرطا لحدوث الفعل يخلد، كما أنها جزمت فعل الشرط يبدع وجزمت جواب الشرط يخلد، وهما فعلان مضارعان. وواضح أن من دلت على العاقل، لأننا نتحدث عن الذي يبدع وهو عاقل حكيم. لذلك نقول إن من اسم شرط جازم يستعمل للدلالة على العاقل، ويكون إعراب يبدع فعلا مضارعا مجزوما لأنه فعل الشرط، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. أما إعراب يخلد فهو فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم، لأنه جواب الشرط وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. ما يبذله الإنسان من جهد يقدره الآخرون. أداة الشرط في هذه الجملة هي ما، التي قرنت تحقق الفعل يقدره بحدوث الفعل يبذله. وعليه فإن الفعل يبذله هو فعل الشرط، أما الفعل يقدره فهو جواب الشرط، وهما فعلان مضارعان مجزومان. ونلاحظ أن الأداة ما هنا قد دلت على غير العاقل، لأننا نتحدث عن الجهد الذي يبذله الإنسان ويكون موضع تقدير الناس.
ما اسم شرط جازم يستعمل للدلالة على غير العاقل؟ أبي، هذا تريد أيضا؟ عندما تترك جدي عند الناس الطيبين، أرجوك أن تأتني بالسلة التي تحمله بها. وماذا تريد أن تفعل بهذه السلة يا ولد؟ أحتاجها في المستقبل، فعندما تصبح أنت في عمر جدي أظنني سأحملك بها للناس الطيبين. كيفما تعامل والديك يعاملك أبناؤك. فعل الشرط في هذه الجملة هو الفعل تعامل، وحدوثه شرط لحدوث جواب الشرط يعاملك. ونلاحظ أن فعل الشرط وجوابه جاءا من لفظ واحد، تعامل يعاملك، وكلاهما مجزوم باسم الشرط كيفما الذي دل على الحال والهيئة. لذلك نقول إن كيفما اسم شرط جازم للدلالة على الحال. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة وأحبها واسمها شآم. متى تزر دمشق تلقى فيها ما يسرك. في هذه الجملة نلاحظ أن حدوث الفعل تزر شرط لحدوث الفعل تلقى، فالفعل تزر هو فعل الشرط، أما الفعل تلقى فهو جواب الشرط. والأداة التي أفادت الشرط في الجملة هي متى، التي جزمت فعل الشرط المضارع تزر كما جزمت جواب الشرط الفعل المضارع تلقى، ودلت على الزمان، ففي أي وقت تحدث الزيارة يلقى الإنسان ما يسره، فهي اسم شرط جازم للدلالة على الظرفية الزمانية. أينما تتوجه في دمشق تشعر بالفخر. نجد في هذه الجملة أن اسم الشرط أينما جعل تحقق الفعل تتوجه شرطا لتحقق الفعل تشعر. ونلاحظ أنها جزمت فعل الشرط وجوابه المضارعين كما تضمنت هذه الأداة مدلولا معينا هو الظرفية المكانية. لذلك نقول إن الأداة أينما اسم شرط جازم للظرفية المكانية. أي شيء ترغب فيه يتحقق بجدك وصبرك. بدأت هذه الجملة باسم الشرط الجازم أي، الذي جعل تحقق الجد مقرونا بالرغبة. نلاحظ في هذه الجملة أن الأداة أي تختلف عن سابقاتها من أدوات الشرط الجازمة، فهي تلزم الإضافة وتأخذ دلالتها من الاسم الذي تضاف إليه، وهي معربة وليست مبنية، وتصلح للمعاني الأربعة: العاقل، غير العاقل، الزمان، المكان، تبعا للمضاف إليه. ففي جملة أي شيء ترغب فيه نلاحظ أن أي أضيفت إلى كلمة شيء، وهي تدل على غير العاقل، ولذلك تكون أي دالة على غير العاقل أيضا. مما سبق نستنتج ما يأتي: أدوات الشرط الجازمة هي حرفان إن وإذما، أسماء من للعاقل، ما ومهما لغير العاقل، متى وأيان للظرفية الزمانية، أينما وأنا وحيثما للظرفية المكانية، كيفما للحال، أي اسم شرط يلازم الإضافة إلى ما بعده ويظهر معناه
من دلالة المضاف إليه. بعد أن تعرفنا أسلوب الشرط الجازم، ننتقل إلى أسلوب الشرط غير الجازم. كلما زرت حلب استوقفتك قلعتها. نلاحظ أن هذه الجملة قد تضمنت أسلوب شرط، فقد بدأت باسم الشرط غير الجازم كلما، الذي جعل تحقق الفعل زرت شرطا لتحقق الفعل استوقفتك، وعليه يكون زرت فعل الشرط واستوقفتك جواب الشرط. ونلاحظ بأن فعل الشرط وجوابه فعلان ماضيان، وأن اسم الشرط كلما يتضمن معنى الظرفية الزمانية ويفيد التكرار، فتكرار حدوث فعل الشرط يؤدي النتيجة نفسها، وهو تكرار تحقق الجواب. وبما أن كلما ظرف للزمان، فالجملة بعده في محل جر بالإضافة. إذا تأملت هذا الصرح شعرت بعظمة أجدادنا. تصدرت إذا هذه الجملة فأفادت معنى الشرط، وهي تحمل في دلالتها الظرفية الزمانية. لذلك نقول إن إذا اسم شرط غير جازم، ظرف لما يستقبل من الزمان. ونلاحظ أن فعل الشرط تأملت، وجواب الشرط شعرت، فعلان ماضيان. وبما أن إذا اسم شرط غير جازم يحمل معنى الظرفية، فإن جملة فعل الشرط بعده تكون في محل جر بالإضافة. لما قدم الخريف اصفرت أوراق الشجر. لما اسم شرط غير جازم وفعل الشرط قدم وجواب الشرط اصفرت، وهما فعلان ماضيان، كما أن لما هي ظرف للزمان الماضي بمعنى حين. لذلك تعرب جملة الفعل بعدها جملة فعلية في محل جر بالإضافة. لو فقد الماء مات الزرع. لو حرف شرط غير جازم، والفعل فقد فعل الشرط، والفعل مات جواب الشرط. ونلاحظ أن لو أفادت امتناع موت الزرع لامتناع فقد الماء، لذلك نقول إن لو حرف امتناع لامتناع. لولا الماء لمات الورد. وهذه الجملة أيضا تتضمن الشرط، فلولا حرف شرط غير جازم، وهي تفيد امتناع الجواب بسبب وجود الماء، فوجود الماء أدى إلى امتناع موت الورد. لولا حرف امتناع لوجود، وهي تختلف عن سابقاتها من أدوات الشرط التي يأتي بعدها فعل الشرط. أما لولا فيأتي بعدها اسم مرفوع يعرب مبتدأ وخبره محذوف وجوبا. بعد أن تعرفنا أسلوب الشرط غير الجازم، نستنتج ما يأتي. في ختام درسنا نتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق. إلى اللقاء في دروس جديدة.